رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا زار أحدكم أخاه فجلس عنده فلا يقومن حتى يستأذنه. صحيح السلسلة الصحيح، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. عليا سوبنا نحريسي أن ودقلي كركيس الله يليه. إذا زار أحدكم هدو بغض متكنا متكمد أخاه ولكيس هدو بغض فجلس عنده وفريست أكتيس فلا يقومن يوصل استاغن حتى يستأذنه إلا أسأب إدمه إلا يسقوا فصحوا يوصل استاغن. يعني ماس وحا كجرت نظام كا إن ولات النمذا وإسلام كو قبر إن وناك ماس كجرته. مركب رسول صلى الله عليه وسلم عليه أحد كينا إذن كمد أهدو بغض ولا كينا وحاك فريستو ويعني هاوش هكيني دو حال دكا ورئيستو يوسن دقاقين إلا إساقو فصحو إلا وسيقى إدمو سيئة إلى رسول صلى الله عليه وسلم إن ولا لي إن شاء الله. وحان إذن كتلق لحديث كان وياني وحان كلا إذن كعسنة إن شاء الله إن سبسكرايب سارتان لايك تن ودير قلين إن لايك نو سارتان. وحان خلدين أنه في الشيطان بها هذين وحان صحينا فمن الله. هذا بالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.